السلام عليكم، معكم الدكتورة سميرة مصلوحي، أستاذة باحثة في اللسانيات وتحليل الخطاب، أستاذة تعليم اللغة العربية بجامعة محمد الخامس في المركز الدولي لتعليم اللغة العربية. سعيدة اليوم بحضوري في معرض الكتاب لتوقيع كتابي، الأول بعنوان السخرية في الخطاب القرآني، مقاربة حجاجية تداولية. هذا الكتاب الذي جاء نتيجة جهد وفكري، هذا عبارة عن أطروحة الدكتوراة، حصلت به على الدكتوراه في الدولة في اللسانيات وقضايا اللغة العربية، وهو محاولة في تجديد الخطاب الديني كيعني مشروع فكري يعني مراجعة الأفكار التي يعني القديمة التي نحاول بمجهودنا الفكري أن نجدد لها وأن نؤسس لمشروع جديد يحاول لرؤية تجديدية في الدين. بالنسبة للكتاب الثاني، مشروع الكتاب الثاني هو نحو استراتيجية إبداعية في تعليم وتعلم اللغة العربية، وهذا يعني جاء مجهودة أو ثمرة جهد 30 سنة من العمل في التعليم. فأنا أستاذة قبل أن أكون في الجامعة مررت بجميع أسلاك التعليم، من الابتدائي إلى الثانوي إلى الإعدادي إلى الثانوي إلى قيمة على المكتبة إلى مقتصدة في المدارس إلى الجامعة. إذن كانت واحد التجربة التي ركمتها، ولذلك حاولت أن أخرج بواحد المنتوج اللي هو عبارة عن كيف يكون المدرس مبدعا في تعليمه وتعليمه للغة العربية، سواء للناطقين بالعربية أو لغير الناطقين بالعربية، لأنني يعني بعد أن درست للمغاربة اتجهت إلى تجربة أخرى وهي تدريس اللغة العربية للأجانب، وهي تجربة فريدة من نوعها ومتنوعة، ويعني فتحت عيني على عالم آخر وعلى حبنا لحضارتنا وللغتنا وكيف يمكن أن نؤسس لهذا الحوار الثقافي من خلال تعليم اللغة العربية. إذن كانت هذه الثمرة وهذا الجهد بداية لمشروع إن شاء الله الرحمن الرحيم، مشاريع كتب سترى النور إن شاء الله قريبا، وآمل أن يجد القراء في هذه الكتب ما يغني أفكارهم وما يجعلنا نترك بصمة خير لدى الناشئة ولدى طلابنا بإذن الله.